أود أن أخبركم حول تحسينات مهمة في نظام الفيزا للزوار والسواح السعوديين لبريطانيا. من بداية شهر يونيو القادم، من الممكن لأي مواطن سعودي أن يقدم طلب فيزا أونلاين. بريطانيا قررت إعفاء السعوديين الراغبين في زيارتها من إجراءات تأشيرات الدخول عبر الحصول على إعفاء إلكتروني. هذا ما أكده السفير البريطاني في المملكة، مشددا على أن هذه الخطوة تجسد رغبة الحكومتين لتحسين وتعزيز العلاقات بين الدولتين وخصوصا بين الشعبين. السفارة السعودية لدى بريطانيا رحبت بهذا الخبر وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ترحب السفارة بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدا من التقدم والازدهار للبلدين الصديقين. وبهذا ينضم مواطنو السعودية إلى مواطني الإمارات وعمان والكويت في الحصول على الإعفاء الإلكتروني. أما عن شروط الحصول على إعفاء إلكتروني فأبرزها تقديم طلب في مدة تتراوح ما بين 48 ساعة إلى 3 أشهر قبل موعد السفر، امتلاك جواز السفر، تحديد عنوان الإقامة في بريطانيا، تفاصيل الرحلة، تواريخ ومواعيد الوصول إلى بريطانيا والمغادرة منها.